كوريا الشمالية أكتر دولة منعزلة عن العالم، عقوبات اقتصادية وسياسية طالت البشر والحجر فيها، لكن إزاي لسه صامدة؟ وإيه أبرز ملامح الاقتصاد الكوري الشمالي؟ وإيه مصادر دخله؟ إزيكم؟ أنا إسلام عباس وده برنامج اقتصاد سياسي. بكل المعايير الاقتصادية المعروفة فإن كوريا الشمالية ترتيبها في ذيل قائمة كل التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية في العالم. مثلاً لو اتكلمنا عن مقدار دخل الفرد في كوريا الشمالية هنلاقيه في المرتبة 199 من إجمالي 214 دولة مصنفة في العالم، وفي كل سنة بتبدأ التوقعات بأن كوريا الشمالية هتكون على مفترق طرق وأن ظروفها المالية والاقتصادية هتخلي بيونج يانج تستسلم بسبب العقوبات وتضطر لإجراء إصلاحات سياسية وتنازلات دبلوماسية وخصوصاً في الملف النووي. طب إزاي لغاية اللحظة دي الدولة قادرة تنوع وتطور في صناعتها العسكرية وإنفاقها على الشعب كمان؟ أولاً خلينا نوضح أن كوريا الشمالية بتملك واحد من أكبر الجيوش في العالم زي ما بيروج الإعلام الكوري الشمالي، وعندها التكنولوجيا النووية اللي دايماً بتلوح بيها في حالة عدائها الدائم سواء مع جيرانها زي كوريا الجنوبية واليابان أو حتى مع الولايات المتحدة نفسها اللي كوريا الشمالية بتعتبرها العدو الأكبر الدائم. وبسبب برنامجها النووي اللي بدأته فعلياً في سنة 2006 فرضت دول كتير وهيئات ومنظمات دولية عقوبات عليها، أبرزها حظر تصدير المعدات الألكترونية والكهربائية والفحم والمعادن والمأكولات البحرية والأخشاب والمنسوجات. كمان بتعتبر بيونج يانج محظورة من الاستفادة من النظامين المالي والمصرفي في العالم. طب إيه هي طبيعة الاقتصاد الكوري الشمالي؟ الدولة دي واللي بيبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة محكومة من أسرة كيم من أكتر من 70 سنة، وزعيمها الحالي كيم يونج أون في منصبه من سنة 2011. اقتصادها اقتصاد موجه بيعتمد نموذج ماركسي وشيوعي، يعني الحكومة هي المتحكم الأساسي فيه وهي اللي بتحدد المصانع والسلع وبتتحكم في أسعارها. كمان الاستثمار ممنوع للمواطنين العاديين، كل الشركات مملوكة من الدولة والشعب كله بيشتغل عند الدولة وكل الإيرادات بترجع لخزينة الدولة. بطبيعة الحال كوريا الشمالية ما بتنشرش بيانات مفصلة عن اقتصادها، وفي تقرير لموقع بيزنس انسايدر الأمريكي قال إن كوريا الشمالية بتمتلك رواسب معدنية قيمتها بين 6 و10 تريليون دولار وبتوصل تقديراتها لأكثر من 200 نوع. كمان بتملك العديد من المعادن النادرة المستخدمة في إنتاج الهواتف الذكية في الصين. طيب قد إيه حجم الاقتصاد وإيه هي مصادر دخل الدولة؟ وفقاً للبنك الدولي بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 18 مليار دولار بنهاية سنة 2019. أما البنك المركزي الكوري الجنوبي فبيقدر أن صادرات كوريا الشمالية وصلت سنة 2016 وهي بالمناسبة آخر سنة فيها بيانات منشورة عنها، وصلت صادراتها لـ 2.8 مليار دولار، وأهم صادراتها هو الفحم اللي بيحقق ليها أكتر من 370 مليون دولار سنوياً من الشحنات غير القانونية، وبتعتبر الصين أكبر المستوردين له. وبتشتهر كوريا الشمالية بتصدير فطر الصنوبر بس كمان بتصدر مواد غذائية تانية زي الرخويات البحرية اللي بتدخل لها 137 مليون دولار سنوياً. بتصدر بيونج يانج ملابس قيمتها 584 مليون دولار وبعضها بينكتب عليه صنع في الصين. طبعاً بتسأل نفسك هل قيمة الصادرات دي كافية أنها تقوم دولة بالكامل؟ الإجابة طبعاً لا. كوريا الشمالية ليها نشاط كبير في التجارة غير المشروعة، وبحسب تقارير أمريكية معظم الأنشطة غير القانونية بتقودها الحكومة من خلال 3 مكاتب معروفين باسم مكتب 35 ومكتب 38 ومكتب 39 واللي معروفة إجمالاً باسم الطابق الثالث. المكاتب دي بتدير عمليات استخباراتية وأنشطة غير قانونية منها تزوير الأوراق النقدية وتحديداً الدولار الأمريكي وطبعاً إنتاج وبيع المخدرات. وبتشير التقديرات بأن حكومة كوريا الشمالية بتكسب أكتر من 100 مليون دولار سنوياً من أنشطة غير قانونية. أنشطة كوريا الشمالية وصلت طبعاً لسوق العملات الرقمية واللي بقت بتعتبر مصدر دخل تاني للدولة، لكن هل هيبقى الوضع على حاله وخصوصاً بعد جائحة كورونا اللي شكلت فترة زمنية جديدة في اقتصاديات الدول؟ ومن الجدير ذكره أن جائحة كورونا تسببت في إغلاق حدود كوريا الشمالية مع الصين وهي بالمناسبة أكبر شريك تجاري ومصدر لكوريا الشمالية، والأزمة الصحية دي خلت اقتصاد كوريا الشمالية يشهد في 2020 أكبر انكماش من 23 سنة. ده طبعاً
بحسب البنك المركزي في كوريا الجنوبية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%، وهو أسوأ انكماش من سنة 1997، وكان مدفوع بانخفاض قياسي في التعدين اللي تراجع 9.6%، والزراعة هبطت 7.6%، والخدمات 4%. أما الميزانية اللي اعتمدتها الدولة في سنة 2021 فاشتملت على نمو نسبته 9% لكل من الإيرادات والنفقات، وهي الأقل من سنين طويلة. إغلاق الحدود مع الصين تسبب كمان في تراجع التجارة الخارجية بنسبة 68% سنة 2020 مقارنة بالسنة اللي قبلها، ده غير طبعاً الإغلاق اللي نتج عنه أزمة غذاء كبيرة في البلد. بس مع عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة، رجعت الصين لدورها كمصدر أساسي لجميع السلع زي الوقود والغذاء لكوريا الشمالية. وصلنا لنهاية حلقة، لو عجبتكم ما تنسوش تشاركوها وتشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات، ويا رب دايما أشوفكم على خير.